أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ساعة نقاش. في هذه الحلقة مشاهدينا نتناول الميثاق الوطني للبناء الأسري الذي أشرفت عليه السيدة الأولى دكتورة ماري محمد فضل الدهة أشرفت أمس على انطلاقة هذا الميثاق والذي يجب أن يلتزم به الجميع ممن وقع على هذا الميثاق واطلع عليه. الميثاق يهدف إلى عقلنة النفقات الاجتماعية ومحاربة التبذير والإسراف في المناسبات الاجتماعية، وهي العادات المخالفة لشرعنا الذي حث على عدم التبذير وعدم الإسراف، حيث باتت هذه العادات ترهق كاهل المجتمع وتساهم بشكل فعال في تفكيك الأسر ومنع الحياة المستقرة التي تنتج أبناء صالحين يزيدون الأمة ويساهمون في بناء وطنهم، وهو المقصد الشرعي الذي من أجله جاء بناء الأسرة المسلمة. في هذه الحلقة مشاهدنا سنتناول هذا الميثاق الوطني، أهدافه والأساليب التي يجب أن تتبع من أجل تطبيقه، كما سنتناول أيضا دور العلماء والنخب والمجتمع المدني في ترسيخ العقليات النافعة للمجتمع ومحاربة العقليات الضارة. يسرني أن أستضيف لنقاش هذا الموضوع الهام جدا السادة السيد الأستاذ أبو بكر الأحمد، وهو عضو هيئة العلماء الموريتانيين. أهلا بكم أستاذ، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. الأستاذ أحمد عبد العزيز سي، وهو عضو هيئة العلماء الموريتانيين. أهلا بكم شيخنا الكريم، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. السيدة مريم فاضل خيار، وهي رئيسة صالون مريم فاضل الثقافي والاجتماعي. أهلا وسهلا بكم أستاذ، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. توتو أحمد جدو، وهي ناشطة حقوقية. أهلا وسهلا بكم أستاذ، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. مشاهدينا، قبل أن نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة نتابع هذا التقرير الذي يمهد للموضوع، نعود بعده بحول الله. أشرفت السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه على انطلاق فعاليات توقيع الميثاق الوطني للبناء الأسري الذي يهدف إلى محاربة مظاهر البذخ والتبذير وغيرها من المسلكيات المصاحبة للمناسبات الاجتماعية وعقود الزواج التي تخالف مقاصد الشرع في بناء المجتمع. المبادرة التي تقدم بها الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لاقت استحساناً من طرف العلماء وأئمة المساجد وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والاجتماعية. ويضم الميثاق الأسري قواعد تتضمن امتثالاً للضوابط الشرعية في جميع مراسيم عقود الزواج والتعازي والتهاني، مع مراعاة حرمة المساجد وقدسيتها والتخفيف على أهل المنازل وجيرانها ولزوم السكينة ومقتضيات المدنية ومحاربة البذخ والإسراف والاكتفاء بما يحصل به المعروف الاجتماعي والتخفيف في المهور ومحاربة مظاهر الفساد المالي والأخلاقي والبعد عن التفاخر والمبالغات في الهدايا. وتم توقيع المبادرة من طرف الأمين العام لهيئة العلماء الشيخ والصالح ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام للاتحاد العام لعمال موريتانيا ورئيس تجمع الجهات ونقيب المحامين ورئيس هيئة العلماء وهيئات أخرى ممثلة عن الشباب وعدة نقابات أخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. شيخنا، لو بدأنا بتوطئة عن هذا الميثاق وعن السياق العام الذي جاء فيه وتأصيله شرعيا، لما يستند هذا الميثاق الذي يسعى إلى محاربة ظواهر الإسراف والتبذير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. على كل حال، هذا الميثاق يندرج في إطار العمل من أجل تغيير العقليات ومحاولة بناء المسلكيات مهما كانت طبيعتها على أساس قواعد تراعي مقتضيات الشرع وتراعي كذلك مقتضيات المصلحة العامة وتراعي طبيعة مقاصد المناسبة أيا كانت تلك المناسبة. من الملاحظ أن فيه نوع من الانفلات واستخدام مناسبات شرعية حددها الشارع وبرهن بينت التوجيهات العامة التي ينبغي أن تتم عليها، ولكن هذه المناسبات استغلت استغلال في الحقيقة يخرج عن إطار التوجهات المقتضيات الشرعية. المبدأ الشرعي عموما
هو تجنب الإسراف وتجنب التبذير، حتى في من يريد أن يتوضأ من الماء على عاشر المحيط ينبغي أن يقلل، يأخذ الكفاية قدر الكفاية، يعني كل مناسبة لها كفاية معينة حددها لها الشارع، ينبغي على كل حال ولها مقاصد صرفها عن مقاصدها وتجاوز الحدود، هذا يتأتى في مناسبة عقود الزواج اللي أصبحت الآن في الحقيقة قضية معقدة جدا، هو أصلا مسألة بسيطة عندها مقاصد، المقصد الأول تكوين خلية اجتماعية تمثل بناء أولى في بناء المجتمع، تحقيق مبدأ الإعفاف للزوجين، والعمل من أجل استمرارية النوع، تشكيل محضن للناشئة يكون سبب في إيجاد هذه الناشئة وفي احتضانها وفي تربيتها لتكون مخرجات صالحة لخدمة أمتها ووفية لقيمها ولمبادئها. في الحقيقة هذه الأمور اللي عندها مقتضيات الشرعية محددة تم التجاوز فيها كثيرا وسيء استخدامها، وأصبحت المناسبة الاجتماعية تشكل عبء كبير على المجتمع. قبلها بأسبوع أو أسبوعين عدة سهرات تتطلب نفقات معينة عند أهل الزوجة، سهرات تنظم من أجل قضية لما تقع بعده، وقد يظهر مانع من الموانع يمنع وجودها، قد تظهر محرمية بين 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 الخطيبين قبل الوقت المحدد للعقد، وإذا بهم نظموا عدة احتفالات قبل ذلك، يعني هذه الاحتفالات مكلفة، ثم إنه أصدقاء الزوجة وأصدقاء الزوج وأصدقاء العائلة هؤلاء كلهم عليه واجب اجتماعي أصبح عرفي، وليس أيضا شيء واجب رمزي وإنما واجب مادي يدفع كدعم في هذه المناسبة، هذا يشكل عبء على هذه الفئات ويشكل دينا معنويا على العائلة الجديدة. وفي الحقيقة بغض النظر عن ذلك هناك الندويات الفخمة وهناك المهور الغالية وهناك التظاهر والتباهي بنثر النقود اللي هي عملة مقدرة، مجتمع فيه الفقراء وفيه ينبغي إذا كان فيه عطاء وكانت فيه مكارم تؤدى بالطريقة العادية ليس بالطريقة المستفزة لمشاعر الفقراء ولا اللي تتبجح بأن صاحبها يستطيع أن يعطي. على كل حال هذا عقد الأمور الزوجية، والبيت بعد ذلك بعد ما تتكون الأسرة لا يستفيد من شيء من هذه المبالغ اللي تهدر وهي ثروات. في الحقيقة هذا يحدث أصبح في العقيقة، يحدث في التعزية، يحدث في كل قضية في الحقيقة أخرجت عن سياقها في اتجاهها. والأمة أي أمة لها مرجعية حضارية، ينبغي أن تكون سلوكياتها كلها مبنية على قواعد هذه المرجعية، قواعد شرعية. هدف هذا الميثاق هو أن يعود بهذه المناسبات اللي فعلا قدرها الشرع وحدد لها بروتوكولات معينة، حدد للعقيقة بروتوكولاتها وحدد التعزية كذلك، وهذا كله من أجل تضامن المجتمع وجبر خواطره وتكوين العوائل والتهيئة كما قلت لاحتضان جيل المستقبل من خلال أسر تتواشج فيما بينها وتتصاهر. الهدف من هذا الميثاق هو أن يعود بهذه الأمور إلى تقاليدها اللي كانت سائدة في المجتمع وفقا لمقتضيات الشرع وللهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجا بما معك من القرآن والتمس ولو خاتما من حديد. طبعا بعد ذلك لينفق كل سعة من سعته، لينفق سعة من سعته، قال عنده المال وأعطى بطريقة معينة وظروف معينة، الأفضل أنه ما يكسر خواطر الفقراء، لكن بعد هذا إلى عدل، لكن القضية تحولت وصار الفقير يستدين الزوج ويستفيد يستدين أهل الزوجة، حتى أهل الزوجة يضروا أكثر عليهم أنهم يوفروا تأثيث المنزل، منزل رجل آخر يريد أن يأخذ زوجته إليه، ما عندهم هم واجب أنهم يأثوه، ما عليهم مسؤولية فيه. إذن على كل حال الهدف من هذا هو أنه في ظل الدولة الواحدة، نحن كنا مجتمع متناثر بدوي ولكل مجتمع تقاليد، لكن هذه التقاليد ما كانت تصل إلى هذا، كانت التقاليد كلها في حدود المعقول وفي حدود الشرع وفي حدود الإمكانات، وكل إنسان كان يقتنع بواقعه ويعيش حسبه، ومع ذلك لا يرى نقصا ولا غضاضة في من هو أحسن منه من حيث الوضعية المادية. لكن الآن صار المجتمع كامل في ظل المدينة كأنه مجتمع واحد، وصار كل نموذج يشكل قدوة للآخرين،
يتعلق به الآخرين ولو كانوا عاجزين. هناك تكسير القدوة المثلى والحسنة. نعم القدوة الحسنة فائدة هذه المبادرة هذا الميثاق أنه متخذ من طرف جهة رجال الأعمال اللي عندهم مال الأمة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أولا هم بنفسهم يشكلوا قدوة حسنة فإنهم اللي منهم عاد عنده ولد والله بنت عنده مناسبة يشكل قدوة حسنة فإنه ما ذاك المال اللي عنده يعرف أنه مال الأمة ومطلوب منه إسعاد الأمة وله تكسير كما قلت خواطر الضعفاء والمحتاجين إنهم هو بروسهم يشكلوا قدوة حسنة في هذا المجال. والمطلوب كذلك من كون المبادرة منهم وفعل الخير يجي من كل جهة أنهم أيضا يساهموا في التخفيف على المساهمة في العوائل من يريدون أن يشكلوا بيت في كثير من الدول العربية والإسلامية الآن تقع زواجات جماعية يمولها رجال أعمال حتى ثقافة الالتفات إلى العائلة المنشأة ومساعدتها لها في قرض لبناء بيت بطريقة ميسرة طريقة لتأمن لأن مستقبل المجتمع مستقبل الأمة مرتبط بهذه البيوت. احنا دائما في وهذا عنصر اخر لفته مهمه دائما في الشان العام اصحاب المسؤوليات العامه ينشغلون بالاستراتيجيات الامنيه والاستراتيجيات الاقتصاديه وبالاستراتيجيات السياسيه يا غير البعد الاجتماعي يغفل. هذه لفته في الاطار الاجتماعي تنضاف الاهتمام بالبعد الاجتماعي في برامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الرزواني اللي فعلا عدل لفتة اجتماعية للقضايا الفئات المهمشة كبيرة في مجال التأمينات الصحية ومجال الصرف يعني الاستراتيجية الاجتماعية عندما لا يراعى البعد الاجتماعي في الأمور المرتبطة به وتنهز يعود قاع المعنى الاقتصادي الآخر والمعنى الأمني والمعنى ما تلجابر لأن العملية عملية مترابطة. إذا في ذا المجال هذا مهم أن نعود بداية لتأسيس قيم صالحة في المجال الاجتماعي صالحة وموحدة. واضح جدا. سأعود لكم شيخنا. طيب شيخنا هذا الميثاق الذي جاء في هذه الفترة الشيخ تحدث عن هذه ظواهر الابتباتة ظواهر مشاهدة وهي مرهقة للطرفين مرهقة للمجتمع بشكل عام ساهمت في تغييب القدوة الحسنة مثلا لم تعد هناك قدوة بل أصبحت كل مستوى من المغالاة ومستوى من التبذير هو القدوة التي يجب أن يسير عليها المجتمع. كيف ترون هذا الميثاق وأهميته في هذه الظرفية الخاصة من تاريخ مجتمعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما يتعلق بهذا الميثاق حسب ما سمعت أنه مهم جدا ومبادرة جيدة وما يتعلق بالنكاح والقدوة الحسنة وهذا الأمور كل الإسلام بيّن لنا وحد لنا كل شيء ما يتعلق بالزواج هو مبني أساس على المودة والرحمة لم يبني الزواج على المال كل زواج مبني على المادة نهايته حتمية هذا الله تعالى بيّن لنا أساس ولكن الزواج لا يستطيع إنسان أن يتزوج بدون أن يكون عنده شيء خاصة في هذا الزمان ولكن الله تبارك وتعالى كما قال الشيخ في الآية لينفق كل سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ينفق ما أتاه مما أتاه الله قانون واضح وقاعدة سليمة وكذلك ما يتعلق بأمور الدين كما قال العلماء إنسان ينظر لكي يستريح ويرتفع ينظر بمن فوقه هذا في أمور الدين لكي يكون ذلك حافزا له على المزيد وما يتعلق بأمور الدنيا ينظر بمن تحته لكي يرى نعم الله عليه تعالى ويرضى به وكذلك إنسان إذا كان ما أعطاك الله من المادة قليل جدا الله تعالى أمرك أن تنفق بما آتاك
وكذلك نهاك أن تنظر إلى ما عند أيدي الآخرين. هذا لماذا؟ لكي أنت تستري أولا، ولا تقع في أمور الذي يسبب لك مشاكل، ولا تقع في الحسد. ولكن هذه الأمور، لأن الدنيا هو أمور الدين، والدنيا هو التعاون، تعاون البر والتقوى، وهذا الميثاق أظن أنه من باب التعاون. والله تعالى أعطاهم الأموال، هم رجال الأعمال، وأخذوا هذه المبادرة. ربما كثير من الناس يأخذون هذه المبادرة، ولكن المراتب متفاوتة، على مراتب متفاوتة، والله تعالى هم أعطاهم هذا المرتبة، هم رجال الأعمال، وكل ما عند الناس اليوم يمر في أيديهم هذا النعم الله تعالى. ينبغي أن يجتهدوا في ذلك، ويكونوا صادقين على ما قاموا به، ويحققون على أرض الواقع، وهذا يكون الفائدة موجود. لذلك أنا هذا الميثاق معنا أثمنه وميثاق جيد، ولكن لابد إنسان أن لا يعتمد على هذه الأمور، يعتمد أولا على نفسه، ويعتمد على ما قاله الله تعالى أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلا ما أتاها وإلا وسعها. هذا إذا فعله الإنسان. وكذلك التبذير ممنوع، ولو كان عندك كل شيء التبذير ممنوع، وقال الشيخ إذا كنت تغضى على حفتها، وهذا كله الحديث ممنوع. كله ممنوع. وأنت الذي عندك قليل وأردت أن تقتدي بمن هو فوقك وحصلت لك مشاكل، فلا ينبغي أن تلوم أحدا، ينبغي أن تلوم نفسك، لأنك تجاوزت حدودك. لذلك ما يتعلق بالزواج أموره أظنه بسيط، إنسان إذا فعله على طريق الشرع وحدد لنفسه قدرته ولم يقتدي أحد، هذا سيعيش حياة زوجية طيبة بدون أي مشاكل. ولكن إذا أردت أن تتجاوز حدودك أو تنظر بمن فوقك بالمال وتريد أن تقتدي به أو تفعل الأمور الذي لا يليق، هذا يسبب لك المشاكل، وهذا لا ينبغي شرعا. مهم أساس أن هذا الميثاق جيد، ولكن ينبغي أن يكون على أرض الواقع. سنتناول أي آليات التطبيق، ودورنا جميعا في تطبيق هذا الميثاق حتى يصبح واقعا يتأسى به الجميع. طيب أستاذ، أنتم في المجتمع المدني كان لكم دور كبير في العمل على هذا الموضوع اللي نحن بصدد الحديث عنه، قمتم بأنشطة، وهنا عندي مصغر لأنشطة الصالون التي قمتم بها، كيف ترون هذا الميثاق في هذه الظرفية وما دوركم فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للتلفزة الموريتانية على هذه الفرصة. هذا الميثاق بالنسبة لنا احنا جاء وقت ما الله قاعد كنا متنقلين، وحتى ديازين عندنا منه شيء وفتنا قلنا عنا ازي مبادرة قد خرقت هذه المبادرة، هذا الميثاق. احنا الحمد لله البنود اللي في الميثاق احنا ما زالنا انتبهنا لهذا الخطورة الدهرية الماشي في هذا المجتمع، وذي البنود اللي جاب الميثاق الحمد لله فتنا عدلنا عليها تحسيس كامل، كنا هي اللي كنا نتناوله، وقطعا عنه جاف وقته، وقطعا عنه ما زين منه شيء به اللي المجتمع إلي الحمد لله قاموا رجال الأعمال اللي ما فيهم عظام رصهم وعادهم هم اللي لا هي المجتمع مضيعتوا هيك العظام، عظام رؤية عادهم اللي لا ما فيهم العظام وعادهم هم اللي لا يشيلوا، وعندهم الحمد لله الإمكانيات يقدوا. وإحنا مجتمع طبع الحمار، ولا فيه اللي مقاد خمام معجهد، وعاد ضغوط المجتمع فوق ضغوط الأسرة تجبر أسرة لا يتعدل مكانه، تختار تعدلها قاعدة مبسطة حسب جهتها، يا قارش ضغوط المجتمع فوقها اللي فاضمة يقول يقول هذا ما يتواسى، وهذه ما تكون الوحيدة، وهذا طفل ما قطع عدل البلاد، ولا بد من يعدل ولا بد من يعدل، يعود هو من نفسه ما هو مقتنع قاع بهذا الطفل، ولا هم قاع مسؤولين. شفنا احنا هون قال لك الشباب وهذه الأسرة الناشئة ما هي مسؤولة، فهم طقوس أكبر منها، طقوس أكبر منها، هي اللي تخطط لهم وهي اللي تعدل لهم كل شيء. ولين يتكلم حد منهم يقول بيلي الشباب اليوم واعي ومثقف وياسر أنه اختار الله يمشي على طريق وصول صالحة، لين يتكلم من قال أنت قاعدة ما يعنيك
وانت قاعده يوسف وينقانهم قاعد يدخلوا الارواق ايش الكبار قاعد يرتمي بالعقوق اسس البناء الصالح للاسره لين هذا الميثاق لين ما يعود فما رادع قانوني ما لا يتم الا روايات كاملين. هذا الميثاق زين والبنود زين وقطعا عنها فيها المصلحه العامه للفرد وللمجتمع والاسره لين تصلح له يصلح له كامل. شفت نحن هون الشاب يتدين ياك يتزوج يقبض اذا عاد موظف يقبض خلاص وشهره في بلد وله يجبر مساعدات من عند الاصحاب وله هذه وهذه مساعدات كامله دين وله يجيب هذه المراه وله يدير عليهم وموديعها ويبيعوا دار وعيها ويبيعوا تراب ويبيعوا حيوان يدير عليها ويقبض موديع من عند مساعدات من عند الاهل. نحن ما لنا ضد التكافل الاجتماعي غير في حدود لا يندار عليه هذا كامل. هذا قد يعدل لهم هم حياتهم وحياة أولادهم هذا كامل لا يندار في أسبوع من السهرات وله يمشوا هم ينقال لهم يوفوا ثم ماشي وهذا سبب تفكك الأسري بهم اللي لا مشاو شي لا يجي خلق لا يفوتوا شهر الله اثنين في بلد ما يقدروا يستمروا وش بيهم بهم اللي ما خلى لهم باش يستمروا هو فيه الدين وله يتم عايش بدوامة من الديون إلى عاد كاري بلد ما تقد يقوموا ما تفرص عليهم لا يتصلوا تمشي لأهلها ومشي لأهله يمشي الراسه وهذا سبب الماديات. احنا يواجع عطقات فينا الماديات القيم المادية طقات فينا على القيم الأخلاقية وعاد خالد قال لا انت عندك شي انت بشعشع وذاك ذوك جو وذوك كذا وذوك ومهمة لا اصطلاحات بعد مؤثرة عاد مؤثرة وهذا التواصل الاجتماعي مولي لاعب دور كبير في هذا دور سلبي طبعا عدل رقاش رواية تنتشر كانت هذا ما هو خالق وكلها عدل ذاك اللي معقول ذاك اللي عدل وصلني قال ذاك اللي عدل منات عمها ذاك اللي عدل محيطها مثيلاتها محيطها هي محيطها اليوم عاد كبير محيطها عاد فضاء مفتوح ودالي عدل رواية والله قاعد سك رواية سوقها تنتشر تصبح هذه عادة جديدة. شوف نحن طالنا شيء من العادات ما يوفو هو لا إياك يعدل قاع هو زواج طبيعي عادي هذا صعيب اللي له فرصة اللي يفوت زمن يا جماعة وعدل حالته عادة شيء عادة شي يقولوا له بونت وش يقولوا له التوقف فرصة عليه يجيب فيه خاتم من الله ما صدر من الذهب شيء وما عنده له شيء وفرصة عليه نعت إنه عنده له شيء وفرصة عليه يجي تلفون وفرصة عليه يجي ياسر من شيء لا إياك مظهر قدام الناس. احنا شليه نقول لك احنا كفانا تفاخرا بما لا يرضي الله ولا يتماشى مع واقع مجتمعنا. هذا مجتمع ضعيف والماديات الناس ما عندها شيء والله زاد عندها يقال فضل ما تتقيس الضروريات عتقيس الدار كمالية ما عندها شيء في الأغلب ما عندها شيء عين على قلبيتها والفضة ما شعت لا بالكماليات ما تتمشى بالضروريات وهذا من أسباب الهجرة. شفت الشباب اللي مشى مهاجر عترته وتشتقى ياسر منه مشى يشتقى وذا اللي حصلوا قاع إياك يمشوا سافروا به كلها قد يعدل منه مشروع صحيح. يعيش به في وطن وعيشة كريمة والوساهم يمشوا ويهاجر بهم واللي ذا العادات اللي يتفاقموا يوم ورا يوم وهذا اللي يقولوا له الموريتان العار. العار هذا هو اللي دمر لدمية به اللي ناس كانت في رقام في البوادي والعار ومنها لازم عار ولازم شي لام ذا الحيوان اللي حذاه شي بسيط والناس متكافله فيه شي عادي بسيط عادوا هاجروا كاملين ويمشوا بهم اللي ما تبقوا عشهم اللي فات عدى الاسره يمشي عنها واذا مشى تعرف ان التواغط ما يجبرهم لا تقدر يرجع وهذا سبب للتفكك الاسري وذا كامله دام ذي العادات. نحن ما حدنا ما وحرمت وسبحان الله هو هذا كامل مأخوذ بالقصب ونحن مجتمع نتختلفوا في السياسة ونختلفوا في الأمور الاجتماعية قارلين تلحق رواية الدين نجلوها كامل ونقع صح الحمد لله مرجع الحمد لله ونتم والحمد لله ماشي كنا ماشي على قرض ويبطش لين قال له حرام يجي واقف هون مطلوب من العلماء يبينوا حرمة هذا للناس وقولوا لهم بكلام البيضان بكلام الحسانية وهذا المجتمع مجتمع البيضان هو اللي فاسد. المجتمعات احنا الحمد لله متنوعين ثقافيا هذا اللي قالوا الكبار
مادة صالحة، هذا ما تعدل، هذا مجتمع احنا البيضان هو اللي فاسد، هو اللي فسد، هو اللي عدل ذا كامل، ويلا ينقال له بكلام البيضان عن هذا حرام، ويبين قال له حرام وحرمته وش خلق المولاه ونموت خالقه وليه هيد شيء، وهذا يرضى. شكرا استاذ. نفس الاطار كحقوقيين واصلين في المجال، شنو هو رايكم في الميثاق ودوركم اللي فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم، صلى الله عليه وعلى صحبه. انا اولا نشكر القائمين اولا على هذه المبادره، وله نتكلم عن ايجابياتها وراني نعقبوش ان شاء الله ولا سلبياتها. ايجابياتها انها جات دعم القدر من المبادرات قطجه يا قيري قدي ودمار الدخم اللي جا جبرة فرق، وداهي يآون بألن الناس كامله تعرف ألن هذوك اللي قطوا قبضوا فيها خطوات يعرفوا ألن هذاه متى الناس وألنها أت عندها دعم يقرب ما يقدي قوت قانوني بعد ذا يا غير بعد ذوك، هو مثلا أت الناس كاملة حاسة به وألن فم خطورة الرواية ماتل يقد حد يتخطاها. هي عن نختار نعرف شوية لماذا نتكلم على ذا، من هي توتم تحمجد؟ توتم تحمجد ورئيسة الجمعية الموريتانية لمحاربة الاتكالية ورئيسة مراكز رحاب الحل النزاعات الأسرية. إذا عنهم هم اللي قد يقودوا ربما مأنيين بذا من أقرب، لأن النزاعات الأسرية نتكلم عنهم أولهم هو ذا الموضوع اللي ذا هو، ولا شك لأنه ما هو لاهي يساعدنا أكثر، ولا شك لأنه ما هو لاهي ينتبهوا ذوك اللي قائمين على القوانين وعلى تطبيقهم لأن هذا، ونحن مساعدنا احنا كمجتمع المدني الذي راهي أت مردة خطيرة لأن احنا ذا اللي كنا نعدل احنا المجتمع المدني ما هو رواية مقبوضة هكذا من أجل ظهور، لأنها كانت ذم احنا داخلين خطر متين، وراد الله لنا الحمد لله الناس اللي قاموا وضارك ذي الخطوة إلين اللي وقعوها هو شو مطلوب لأنهم هم يطبقوها باش احنا جدة لذو تحتنا احنا وذو فوقنا وقلين احنا مطلوبة لأنهم هم مساعدتهم فيها في طريقة قد تعدل بها كيف قالت الأخت قوانين قد أدم السبذة وأدم اللي لاهي مثلا يطبقوا ما تخسر شيء. إذا لأن ذا كامل اللي احنا ضرك حالا واحدين فيه حد وعانا روايات أخرين كنا متباركين معهم وعندنا فيهم ما عندنا حدود، احنا عندنا حدود ما نقدر نلحقهم، احنا ما عندنا أي إمكانية نقدر نلحقهم بها ندخموا نقدر ندأموا بهذا الموضوع. هذا المجتمع المدني واعي ومارتها عليكم أنه المجتمع المدني كامل دعم هذه الخطوة، الخطوة اللي جات دعمها المجتمع المدني ومشى فيها كاملة ويختارها تطبق، يقير تطبيقها من دون المجتمع المدني ما يقدر صح، يحسس يوعي يوجه إلى أرض الواقع، أحك المجتمع المدني طبعا بالقائدة وبالشعب وبالمجتمع بصفة عامة، وهذا راهو يلا يقبضهم اللي بلوق موريتاني كاملة، الخطر ما الحق فئة واحدة من موريتان، الخطر الحق موريتانيين بصفة عامة، إذا إنه يلا المواضيع ويلا هذه الخطوات اللي نقبضوا فيها يخلق فيهم تحسيس ويخلق فيهم ويخلق فيهم توجيهات ويخلق فيهم ملي لأنهم اللي مقصود بهم أكثر اللي مستفاد منه هو المجتمع. إذا إنه لو ما كان لا هم هذول اللي قاموا عليهم يدوروا قايمين ودور عندهم فيها مثلا رواية خاصة والله عندهم شيء ورادات ما يقوموا به لأنهم الحمد لله ما وصلوا قدوا يعدلوا فيه ذا لا يعدلوا يا غير فم حضر نعرفوه وشفناه مساء القامت يلا تنحنا الناس كاملة اللي عندها لذا الشيء تنعت لأنها هي راي قبلت في خطوات، وهذا ما للأسف ما هو فاتق لك ذا الأسبوع الماضي ما هو اللي فتنا شفنا طالبين احنا مجتمع المدني اللي قايمين بالتحسيس إليه وقايمين بالتوجيه إليه ومن مدالنا نشتغل فيه 2003 قمنا بذي الخطوة أدلنا منها حالتين بس ما قدرت تمشي بها اللي خلق فيها حال الزواج جماعي يعني طبعا وصرتين قطعنا بها ذلك الساعة احنا في مركز مرات الزريحة لفعل النزاعات ومعروفين يقير ما قدرت تتقدم ولا تقدرش. إذا أن أي قانون أي مادة قامت بمبادرة ذنبتها احنا دعم لها احنا دعم لها وماشيين فيها اللي عندنا من التخوشات لأن ما نرى ما ينعتنا لذا في الحقيقة الناس اللي قايمة عليه إنه ما هو في لا إحنا نفطنا لأنه ما فيه جدية والله ما هو جدي عندهم الليلة شفناه ما قاموا هم به سابقنا واضح جدا. طيب شيخنا واضح الأهمية أهمية الميثاق
التأسيس شرعا والحكم شرعا فيه هذا واضح وتناولناه. طيب تناولنا آلية التطبيق ودور الجميع فيه، سواء كان دور فقهاء، دور علماء، دور قادة رأي، دور سياسيين، حتى دور رجال أعمال أصحاب المبادرة كيف قالت الأخوة، يعني يكونوا مثالا وقدوة حسنة على الجدية في تطبيق هذا الميثاق الوطني، دور النخب، دور رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دور الإعلام، دور الجميع في هذا الميثاق، لأن هذا الميثاق ميثاق أمة يهدف إلى المصلحة العامة، إلى استقرار الاقتصاد، استقرار الأسري، إلى محاربة ما يمكن أن يكون لا قدر الله سببا لتدمير هذا المجتمع. على كل حال احنا قلنا هو في البداية أن المبادرة مبادرة اتحاد أرباب العمل، وبالتالي معناها أنها لا نشحت الفضل فيها يرجع لهم، قال هم اللي عليهم مسؤولية لا فشلت، وبالتالي من ينقضوها يا الله تعود ثم رعاية منهم لها، وتعود الصا للدوائر الأخرى كاملة، المجتمع المدني بصورة عامة، والمثقفين والنخبة والعلماء مساعد لهم، لأن هذا هو معنى المبادرة. المبادرة معناها أن ملاها يعدلها، ومعناها أنهم اللي يرعاها ويتابعها. دورهم هم رجال الأعمال في هذا الموضوع، يتمثل أساسا في ثلاث مسائل أساسيات. واحدة أنهم هم يعطوا القدوة الحسنة في الحالات اللي مرتبطة بهم. قضية ثانية عن ذاك الصندوق اللي لا هي يعدل، ويعود صندوق دعم، والدعم أشكاله متعددة، ما هو إلا قضية المهر. الدعم يا الله يعود فيه مثلا قرض حسن لكل عائلة تريد أنها يحقهم فيها، لكي تكتون المشروع مشروع زواج، يعدلوا لأصحابه قرض حسن، يساعدهم في إقامة بيت، والله يساعدهم في عملية المهر بنفسه. يا الله يعود فيهم دليل على أن الفئة اللي هي رجال الأعمال أنهم شعروا مسؤوليتهم الشرعية من المنطلق أنهم هم اللي عندهم اقتصاد البلد، أنهم يعودوا عندهم لفتة للمجتمع الآخر، وبالتالي يلا يواكبوا القضية، يواكبوها من خلال مظاهر متعددة، منها كيف قلت الصندوق، ومنها توفير قرض حسن، ما هو قرض كبير، ما هو قضية الاستثمار الكبير، يا غارب باش يقيم رقاش السكن، وفي نفس الوقت تسلد لهم حقوقهم بالطريقة اللي عادية. وأنا ما ساكن يكون لا يعودون حاضر منهم حد بهذه المبادرة، كان مفترض يكونوا حاضرين، وغيابهم عنها ما هو كان مفترض، كان مفترض متوقع أنهم يعودوا حاضرين، لكن دور الناس الأخرى ما تلا عنده. الجانب الثاني دور فعلا العلماء أنهم يبينوا هذه الأمور الشرعية كاملة اللي متعلقة بولاه الله وحده، ما قضية النهي عن التبذير، أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والحث على الرشد وعلى الاكتفاء بالكفاية في هذه المناسبات كاملة، يا غير مولي يوسر من المسائل الأخرى، من العادات اللي تعيق الزواج، من يعودوا فهم زواج قادين يشكلوا أسرة، ما يلا مسلمين الاثنين وفيهم معايير، ما يلا ينعاقوا بأي عائق آخر، يلا تعودهم العوائق تزال عموما من خلال هذا، ونعرفهم مستقبل البلد لا من خلال مستقبل ولعات اللي فهم تقاليد حسنة عند بعض مكونات المجتمع الموريتاني، يلا الفئات اللي عندها تقتدي به. على كل حال هو الزواج ما يلا عود ضرك الآن، مشكلة الزواج أنه مرتبط بالمادة، هو يعني جابر اثنين شباب اثنين يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وإحنا قلنا قبل اليوم في ساعة من ساعاتي حد يعطي الله على قدر استطاعته، إذن يرضاوا اثنين طلاب خريجين، طلاب قاع مازالوا في الجامعات، نعرف بعض الجامعات اللي فيها طلاب وكلهم أسروا، إذن يا الله يعودوا من يرضاوا بهم الزواج، ما قال له هو حنيك لين تعود قد تبني دار تكون مستقبلها وحنيك لين تعدل، هم الحاجة اللي عندهم، عندهم ضرب، عندهم حاجة اللي عفاف ضرب، وعندهم حاجة اللي إنجاب رب أبنائهم مازالوا صغار ضرب، وعندهم حاجه اللي يتحملوا المسؤوليه من البدايه، اياك ما يعود عندهم مخت للضياع، يا غير الصا يا الله المجتمع يعود مساعد، يا الله المصارف كيف قلنا توفر لهم القرض الحسن، يا الله توفر لهم العمل، يا الله توفر لهم، يا الله نعودوا فعلا كاملين عارفين ان هذا مستقبلنا، مستقبل يا الله الاعلام، يا الله المدونين، ما يا الله نعودوا سلبيين، ما يا الله نعودوا كل قضيه قبض فيها مبادره ايجابيه نقولوا هذوك قبيل لا يعدلوا ذاك يعدلوا كذا، ذاك اللي هو الامور اللي ما هي لازمه ما هي واجبه، لكن اللي قد يعدل منها يعدل، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه بقدر ما استطعتم، وكل مبادرة طيبة يا الله شجعوها، اسكوا من معدلها، وسوى يعمل ملاها لمعدلها مقصر بشيء ثاني، هو فهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لو كان اللي لحق عندك تعدل كذا تامة هذا بعد الجانب، انخرصوا كانوا ضروري والله هذا الجانب أساسي، يا الله العلماء فيه يقولوا كلمتهم، ويا الله العود قاع بداية البلورة نظام اجتماعي كيف قلت قبيل، الاستراتيجية الاجتماعية
تكون الأسر ورعايتهم واستمراريتهم ورعاية أبنائهم من بعدهم اللي لا يعودوا الصبح شخصيات يرفعون سمعة البلد، والله ما اللي يعودوا مجرمين يشوهوا سمعته، هذا كامل يالله يعود مشمول باستراتيجية قطاعية تتعلق بالشؤون الاجتماعية. إياك تعود سرورة المجتمع مراقبة، وإياك تعود سليمة، الدم يجري حروق وفي كل مرحلة من المراحل، إلين اللي يخلق احتقان في واحدة من المراحل وتتوقف، والله تعود دائما معرضة للتفتت والتفكك، هذا لا ينعكس على المجتمع بصورة عامة، وكل شيء ينعكس على المجتمع بصورة عامة لا ينعكس على مستقبل البلد، لأن مستقبل البلد مرتبط بالجيل، كل جيل ينقل القيم والفضائل، والله ينقل النجاح، قيم النجاح، والله قيم الفشل، والله الرذيلة للجيل اللي بعده. إذا الأمانة نتخلص احنا منها كجيل، لا لنسلموها الجيل أمين مكون مؤهل أخلاقيا وعلميا ومهنيا ومن حيث تحمل المسؤولية للمستقبل. إذا المسؤولية شاملة، فيها التوجيه السياسي ضروري كيف اللي خلق، والعناية السياسية الرسمية، لأن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وفيها أن النخبة يلا تستشعر مسؤوليتها، وفيها أن هذا المال أيضا ذاك اللي الله ينصرف منه كامل نوع من إعادة توزيع الثروة في الحالات اللي نبتها، أهل الله لا يبارك لهم ولا نفيه ولا يعيدوا لهم مرة أخرى. يا غير كيف قلت يا الله كل مجموعة تساهم من من, من يا الله مثلا ذي الميثاق نشوفه له المشكلة ما هو قبيضه، والمشكلة ما هو أن الناس يقولونها مقتنعة به، يعني المشكلة تنفيذه، وتنفيذه يتوقف على شلاه ينقضم الإجراءات اللي مسهلة للتنفيذ واللي مشجعة على التنفيذ، إلين ينفذ مرات لا يعقب يعود تقليد، لا تكتشف الناس أنها فعلا أقلعت عن أخطاء كانت معيقة ومعيبة، وأنها رجعت لشيء أسهل لها وأكثر صواب. يغير هذا يقتضي كيف قلت أن الجميع يتم تماسك حوله إلين تنفذ منه مراحل معينة، وتستقر تقاليد وآليات متعلقة بتسهيل شيخنا في نفس المحور، محور التطبيق، من حيث التأصيل تناولنا أهمية هذا الميثاق. إذا تحدثنا عن آليات التطبيق ودور الجميع في تطبيق هذا الميثاق، ما الآليات الكفيلة بالنسبة لكم بتطبيق هذا الميثاق؟ إذا اتخذت وتبعت مساليب معينة يمكن أن تؤدي إلى تطبيق فعلي لهذا الميثاق الهام، ما الذي يجب أن يفعله الجميع حتى يتم تطبيق فعلي لهذا الميثاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يجب الجميع أن يفعله، ولكن الناس ما هم متساويين في هذا الأمور، وما يتعلق كما قالوا بعادات بعد هذا مكونات كأن أحيانا يختلف وأحيانا يكون واحد. بعض الأسر نعرفه عندهم تبذير كثير رغم أنهم في مجتمعنا أو مجتمع آخر، ولكن بعض عندهم حدود لا يتجاوزون ذاك الحدود، إن شئت بعد ذلك تفعل ما تريد. مع الناس عادات كله متقارب، مجتمع متقارب، ولكن يتعلق بذاك الأسرة أو يتعلق بذاك الشخص نفسه. أحيانا يكون أسرة يحدد الشيء لا يتجاوز ذلك مهما كان قدر رفعتك في المستوى المادي، مستواك المادي، مستوى المادة لا تتجاوز هذا الحد، بعد ذلك ما تفعل ما تريد بينك وبين زوجتك. هذا بعض الأسر يفعلون ذلك، ولكن هذا لا ينبغي إنسان أن يعتمد عليه أو يعتمد على هذا. ينبغي إنسان أن يعتمد أولا على نفسه، على نفسه معنى يعرف الذي يستطيع يفعله، بعد ذلك إذا اعتمد على نفسه يستعين بالآخرين أو يستعين بأمور أخرى. وما يتعلق بالهجرة وهذا الأمور كله، إذا عممته ستظن أن جميع المهاجرين أو جميع الشباب هاجروا بسبب هذا الشيء، لا، الناس مختلفين بسبب هجرتهم، وأحيانا أشارت للغالب وأشارت لحالات، نعم، أصحابها يعملون وأحيانا موجودة نحن نعرفها. أحيانا ترى بعض الشباب يهاجرون تركوا هنا شيء كانوا يجدون شيء، عندما هاجروا فقدوا هنا وفقدوا هناك، معناه هو كل عدم القناعة،
عدم القناعة. الإنسان إذا اقتنع بما عنده ولم ينظر إلى من فوقه دائما لا يدخل في بعض الأمور. هذا الميثاق مهم وينبغي تطبيقه وينبغي نحن كلنا نتعاون عليه، ولكن ينبغي الإنسان، أنا أركز عليه دائما، إنسان أولا ينظر إلى نفسه أولا، كل ما يفعل ما يتعلق بالزواج ينظر إلى نفسه أولا بإمكانياته، وإن لم تجد فعليك بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى إنسان عنده ما يتزوج فليتزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستطع فليصبر حتى يعطيه الله. واضح. يكون فقراء. طيب أستاذ، في محور تطبيق هذا الميثاق، ما هي الآليات التي يجب أن يتبعها الجميع من جديد يطبق هذا الميثاق على أرض الواقع ليبقى اتفاقا وقع كما يقال حبر على ورق؟ وثانيا، ما هي دور المجتمع، دوركم، دور المجتمع المدني بوصفه الأقرب والأقدر على الوصول إلى المجتمع؟ دور النساء أيضا مؤثرات جدا في مجتمعنا. شفت هذا الميثاق، الناس، المجتمع الموريتاني طايح المسمى كامل، بين اللي نحن هذه القضية عدلنا منها سابقة، قلت بناها رجال طايح المسمى قاعد ما يطبقوا هو دون الميثاق، عدلنا منها قضية رأي عام كانت تابو ما قد حد يتكلم عنها، ولين تكلمنا احنا عنها وصاروا وطلقناها فعاليات وطلقناها 2021 اكتوبر 2021، وكانت لا حول هذا تبذير وإسراف في المناسبات الاجتماعية، اجبرنا الناس كامل طايح لها من السماء تتكلم عن هذا، بيلي هذا كان في المجتمع حد تكلم عنه، قال انه راخي، قال عنه ياسر ما يختارز كل شيء، ما قال عنه ياسر المواصفات اللي ما يبقى حد يوصف تنقال عنه، وفعلا عدلنا منه قضية رأي عام، عدلنا لين تبنى الرئيس الفكرة وبها تعليمات مجلس الوزراء، عدلنا حملة وطنية طلقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر المؤتمرات أكتوبر مولي 2022، عدلنا بها جميع الولايات، والله بقدر من الولايات فتنا عدلنا، ونجبر الناس كاملة طايح لها من السماء، الناس كاملة طايح لها من السماء، عدلنا ندوات مع اتحاد مؤسسات النساء، وعدلنا مع النساء المقاولات، وعدلنا مع تجمع نساء كوماتو، هذا كاملين ماشيين فيه وزين عندهم، الناس زين عندها كامل، يقر الناس فوقها ضغوط المجتمع، ودا مجرد يجبروا مدة قانون أنهم هذا هم دولين لا هي يمشوا فيه، هم دولين به للناس مضرة كاملة، المجتمع سياني الغني سياني الفقر، الناس مضرة كاملة، بيلي مناسبة اجتماعية عاتلين تخرج ما تتفاصل كان هذا غنية والله فقراء الناس اللي فهم طقوستو في الله تتبع مثلا بغض النظر عن مستواك المادي وعن داخل وهذا مقارن. شفت نختار نقول هنا تيها بعد مولي هون يقولوا قرائر المهور، قرائر المهور ما هو المهر ما هو طارح المشكلة، بيلي قاع كل ما كبر المهر كل ما كثر المشاكل، بيلي احنا عندنا هون شي من العادات كانت قديمة ومتماشية مع ذاك الزمن، يقال ذا الزمن اليوم ذاك يصح ذاك الزمن اليوم ما تصالح حلو، هذا شو يقولوا له القص وشو يقولوا له الواجب، لا هي ينقبض المهر حسب ذاك المهر اللي جاء، لا هي ينقبض ولا هي يقسم على عمات الراجل وخالات وجدات ومنات خالات ومنات خالات وليات كاملات ورجال الرجال، لا هي يقسم وهي قاع ما خالاتها من شو، هذا قاع ما هو موافق الشريعة ويطلعوا لما يتكلموا عليه، وهذا هو اللي دمر الأسر، بدل من هذا يخلي لهم يوقفوا يقسوا عليه حياتهم يعاونهم في الزمن، هو ده ينقص على الدمية، وينقال لك حد ما عدل هذا واجبهم شنو، اللهم استرنا بسرق الجميع، ارحم درجاهم ما مشاو منه شو، والله ما عدروش شو متخرق على يجي 40 دينار وتكفل هو مولي انه مطبق، يقال ما يطبق عن يقص ويعدل ياسر من الروايات اللي يتكفل، وهذا الناس اللي ماشي من عندهم ما ما بلا فايده، والناس اللي قاسهم طايح عليهم به اللي هي صبقوا وحده يديروا هم على شيء ما ينفع ذوك ولا ينفع ذوك، واضح، وبالتالي هذا بلا ما في فايده. وشوف فهم دراسه امريكيه قط شفتها عن اي اسره زواج معدل تكلفته اكثر، كل ما كانت تكلفته اكثر كل ما كان تفكك الطلاق اسرع، هذه دراسة معدينها مصارة أمريكية، ما نحن هم اللي معدلينها، وإحنا قطعا تفكك الأسري ياسر،
قطعا هذا هو سبب خسارة التركة. وإذا كان بيد التركة اليوم لين عضو أهلها مجتمعين عليها قاعد لا تصلح الشر، فدح الله الشر ومشات لهم ومشربوا، ولا هي بقوا عند جدود وجدود ذاك الزمن تربيته ما تاوي يعرفوه بهم دي ما ذاك اللي خلق ذاك اليوم ما يعرفوا ما هو على مستواهم. أستاذ، نفس المحور، ألياس تطبيق بالنسبة لك الكفيلة بتطبيق هذا الميثاق على أرض الواقع؟ شكرا لك. هنا تكلم لك عن ذلي اللي حسب سؤالك ما هو البيت، لأن لو كان البيت قاعد كان متابع ظهر لي لأني عدلت بعض من العلاقات اللي لنفس الموضوع للتبذير وللنزاع الأسرية وللتفكيك الأسرة وللمكان يقير لين عاد الموضوع اللي هو هو المطروح وفي مدة تطعط فيه الخطوة ويسوى لي لأن تعدل فيه روايات ملموسة. نختار نعرف أنا بذرت احنا فر بذرنا ايوه وين هو الشيء حامي لنا ما يلا نعدله معناها قانون يعني قانونيا والله ثم طالب بقوننة الموضوع وين هي روايه مطروحه فاتت عادت تحكمني انا ان بذر القانون رادع بالنسبه القانون والله فذا قاع روايه وشنو ما هو تحسيس مدام انا قلت لك ان من 2003 احنا ذقنا به قلت لك ان عدلنا نفس اللي مطلوب به حالات من زواج نرجع اذا عني احنا عدلنا التحسيس واحنا وقفنا واحنا ما خلق شيء ما عدلناه من اجل ذي اللي فيه يا غير ما لاحظنا لانه لا باش وسيناها احنا باش زاد واحنا باش وسيناه باش كثر عندنا الطلاق حالا داخل في المراكز اللي قلت لكم ذي اللي فيه من الطلاق وذي اللي فيه من الترك وذي اللي فيه من شي ما تعرف شنو هو اول ولاه اللي هذا هو اولو ورك الصلي هو اللي نختاره احنا نعرفه واللي نختاره ندوره وكيف قال الوزير يلا يعود هون موجود حد قبيل من القائمين الذي المبادرة يعطينا بعد قاع توجيهات ويعطيهم هم اللي الناس اللي تخرص نظرك والناس اللي راهي مثلا مهم عند هذا الموضوع هم هذا احنا قلنا ان ما يلا خلق تبذير احنا قلنا ان يلا منفسدوا احنا قلنا ان يلا نعدلوا ما كذا يا غير كيف قلنا انا نقدر نمشي وراكم ونقول لكم توالي نبذر ونمشي نبذر في وسط داري بي اللي مجتمعي ادلها وليك والسابق لا بدنا من نعود فمشي عندي حدود كاردني انا نعود نعدل شنو انا ذاهي اود اشكاردني انا ما نبذر شنو نعطيك كلمه خير تبرد استاذ وقت ما تم ياسر كانت كلمه اخيره وتوجيه اللي قالت له هو قاعد يامس هم طالبوا بالتقنين دار التقنين قاعد وحده ما هو كافي التقنين مهم دار التقنين ما هو كافي هو لا بد من إجراءات مصاحبة كيف قلت من مدلات تغير عقليات معينة ولا هي تجذر مفاهيم صالحة لخدمة المجتمع لا بد له من ثمن ذاك الثمن كيف قلت يا الله ينبذل من المواكبة العلمية والقضية فيها ما هو إلا المشروع والمشروع القضية اللي ممكن واللي أمثل المشروع ما مشروع حد يقعد عنده القدرة قد يعطي قنطار قد يعطي كل شيء ما هو مسألة وقد قبالي قص بها اللي صداق المرأة اللي هي يا كون الزوج يعطي لوحدين أخرين هذا ما هو قاع ممنوع به يا غير ممنوع لا من وجه إنه لا يعود قدوة ولا يصعب لا يصعب قضية النكاح الزواج ولا يعدل وحدين هم اللي ما يقدروا يعدلوه يعودوا محرجين اخلاقيا ومحرجين قيميا. احنا احتجنا المدرسه الجمهوريه اياك انها تصوغ لنا مجتمع واحد من ناحيه ثقافيه. اشترك مستوى واحد. احنا نعود عندنا ايضا نظام اجتماعي واحد يصلح لنا كاملين، يصلح لاغنيائنا وفقراءنا ومتوسطين. وناكد كيف قال قبيل احمد على ان الهجره ما عندها علاقه بها. الهجره ظاهره عالميه عاديه وشي منها قاعد يدور الثراء، وشي منها يدور الكفاف، وشي منها يدور مبدا العمل ويسر من موريتانيا عقلياته. هون عليهم يشتغلوا في الخارج خارجين واحدين ذلك يعدلوا في أمريكا ميشله غير ما هم قاعدين يعدلوهم إصلاح السيارات عشرات سيارات يقدروا يعدلوا لها غير ما هم واحدين أراهم يعدلوا الحريرة في إسبانيا يقول لك عن الدخل ما واحد يكمل رواية أخرى قاعد مطروح على مستوى الدخل ما هو يا غير هون عندهم قاعهم ترى ما هم قاعدين يحرزوهم على كل حال فعلا مهم توفير العمل هون إياك أن القدرات بعد اللي مهمة والمهارات المهنية تشتغل يا غير مولي كيف قال أحمد مهم القناعة بهون به اللي رأس المال اللي يقبض حد قاع ويتكلف به الهجرة يقد كان يعدل به هون مشروع صغير ويدخل السوق ببياع حبالي غارب ليتون ولا يصبح مدير شريك على كل حال انا لا ناكد على ان مبادرات منين تعود لها تفشل خير ما تنقضى من عند الراس عن هذه المبادره اللي انقضت يلا القوه كامله المتصله بها
من العلماء والنخبة والمثقفين وانتم أهل الإعلام والإعلايات بصورة أساسية أن هذا كامل يغير مع اتحاد أرباب العمل اللي يبغى المبادرة. ذي المبادرة لا بد يجمع اتحاد أرباب العمل ويقول وش لها يقدم من الوسائل اللي ما هو مجرد قبل المبادرة. واضح. شنو هو التقليد اللي الله يعدل يسهل به قضية الزواج ويساعد به البيوت اللي الله كان مفترض عن وعدوا معنا إياك الأسر الناشئة تسولهم عن الموضوع تقولوا أساسا في مجال القروض وهو مجال العمل وهو مجال معاه فعلا الصندوق اللي قالوا وش لا يخلق منه يا غالي منين ما تعود فم الآلية شنو هي للمتابعة اللي فيها هذا كامل اللي تعود فيها حتى لو عدل القانون القانون براسه منين يعدل لا تعدل له آلية تنفيذ وآلية متابعة يبقى حبرا على ورق ولا سيما الأمور اللي صادمة ضمير المجتمع مثلا تقاليد المجتمع واضح والتقاليد اللي تبنيتها الناس وتختيرها. تفضل شيخنا كلمة خيرة. الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إبائكم وإما إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. معنى هذا المبادرة إلا نفس هذا معنى هذا يعين الشباب على هذا الأمور وكذلك الشاب الذي يريد ذلك أن يدخل على نية العفاف الله ضمن له رزقه إذا دخل عليه هذا ولو كان المادة اللي يعطى فيه قليل إذا دخل عن قناعة وأراد يتزوج لعفاف الله ضمن له رزقه بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ. هذا الميثاق هذه مبادرة هذا الميثاق مبادرة مباركة وإحنا الصالون من الناس اللي وقعنا عليها أمس وزينا عندنا وطالبين الصبي إنشاء هيئة لمتابعة قد طالبنا بإنشاء سلطة عليا لإصلاح المجتمع كيف إصلاح اتصال ومراقبة كان مزاركم طالبين بهيئة لمتابعة فعلا قوانين رادعة قانون مطالبين بإنشاء هيئة ياك تعود شارف عليهم تابعته. فضل أستاذ. شكرا. أنا نختار زادان الطالب لإدماج المجتمع المدني وخاصة النسوي منه في هذه العملية اللي يقوموا بها ويلا ينقبض رأيه بها لأنهم عندهم تجربة كبيرة وعندهم حق مباشر مع المواطن. إذا عني نطالب لأن المجتمع المدني اللي داعم هذه الخطوة اللي هي جدا وذاهم هو يعرض هو يعرض مثلا السلبيات وإيجابياتها يشرك يشركوا. واضح. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام في نهاية الحلقة من برنامج ساعة نقاش. أشكر باسمكم جزيلا الشكر ضيوفها الكرام على ما تفضلوا به. أشكر باسمكم جزيلا الشكر السيد أستاذ أبو بكر الأحمد وهو عضو هيئة العلماء الموريتاني. شكرا جزيلا لكم شيخنا الفاضل أستاذ أحمد عبد العزيز سي وهو عضو هيئة العلماء الموريتانيين أيضا. شكرا جزيلا لكم شيخنا على ما تفضلت به. سيدة مريم فاضل خيار وهي رئيسة صالون مريم فاضل الثقافي والاجتماعي. شكرا جزيلا لكم سيدة الرئيسة. سيدة توتو أحمد جدو وهي ناشطة حقوقية. شكرا جزيلا لكم أستاذة. أنتم مشاهدي الكرام موصول لكم الشكر إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج أتناول فيها معكم موضوعا آخر يهمنا جميعا. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.